اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. يعني خلال هذه الايام، قبل يومين او ثلاثه، خلال كل هذه الايام كانت وزاره الدفاع العراقيه قد نشرت على موقعها الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي الالكتروني، نشرت قوائم أسماء وأعداد الطلبة المقبولين في الكلية العسكرية. ومع نشر هذه القوائم كانت هناك خانة أو يعني جانب من هذه القوائم يشير إلى مذهب وقومية كل شخص مقبول في هذه الكلية، يعني شيعي، سني، كردي، تركماني وهكذا. وفي نفس الوقت أيضاً كانت يعني مصاحبة في نفس الوقت نشرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وهي أيضا يعني مؤسسة تابعة للحكومة، نشرت قوائم بأسماء يعني أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان. وفي خانة الانتماء الوطني اللي كاتبتها إلى الأعلى، الانتماء الوطني تحت الخانة هذه أمام كل اسم مكتوب سني، شيعي، كردي، فصار الحديث عن الانتماء الوطني هو انتماء مذهبي وانتماء قومي. الحالتين أثارت ربما، أو حالة وزارة الدفاع بالذات أثارت يعني موجة من الأحاديث، موجة من الاهتمام الكبير لدى العراقيين. الحقيقة هذا الاهتمام شكل حالة صحية، في نفس الوقت شكل حالة مستغربة. الحالة الصحية معروفة، لأنه يعني بعد 17 سنة الشعب العراقي يرفض الطائفية، غير قابل بها، لا يقبل هذا التصرف. هذه حالة صحية، رغم أنها حالة صحية منقوصة، وسأقول لماذا منقوصة. وشكلت حالة استغراب، لأنه فعلا عندما يعني ترى الأمر بهذا الشكل ستجده مستغربا، كيف الناس تثار الآن بعد 17 سنة وهي تعرف من البداية، وهي تدرك من البداية، وهي شاهدت وعاشت ولمست وواجهت هذه الطائفية بكل أشكالها طوال هذه 17 سنة، منذ تأسيس مجلس الحكم اللي شكل سيء الصيت الحاكم الأمريكي بول بريمر. عندما شكل بالمحاصصة، وكانت هذه سابقة في تاريخ العراق أن يشكل أي مجلس أي مجلس، أي مؤسسة، أي إدارة تشكل وفقا للمحاصصات المذهبية والقومية. يعني شكلوا 13 شيعة، 5 سنة، 5 كراد، ما أعرف منو، مسيحيين واحد، تركمان واحد، وهكذا. وبعد ذلك جاء الدستور، والدستور هذا الدستور الكسيح هذا الذي يحكم البلاد، الذي يستخدمونه كلما أرادوا ويشتمونه كلما كان ضدهم. الحقيقة هذا الدستور أكد على قضية المكونات، فالحديث كله كان عن المكونات. وفي قضية تأسيس القوى الأمنية أكد على هذه قضية المكونات، والحديث عن المكونات فيها. لذلك يعني أن تظهر القوائم لوزارة الدفاع ولوزارة الداخلية وكل وزارات الدولة أو كل وزارات الحكومات هذه بهذه الطريقة، وهناك خانة تشير إلى مذهبية وقومية كل شخص، حالة يشير لها الدستور. من هنا يأتي الاستغراب. الشعب يدرك من البداية أن هؤلاء صمموا هذا الموضوع ليكون بهذا الشكل، وأحزابهم وقواهم خطاباتها والتوجهاتها وحديثها وحركتها كلها بهذا الشكل كانت طوال 17 سنة. ما جرى من قتل، ما جرى من تغيير ديموغرافي، ما جرى من إزاحة، من تخريب لمدن، من خراب، من تدمير للعراق، من كل ما جرى، هذه الكارثة بكل تفاصيلها جرت تحت ظل السياسة الطائفية التي اتبعت وما زالت متبعة. فلذلك البعض يعني عندما يستغرب، او مهما يكون عددهم، عندما يستغربون، عندما يعني يستنكرون هذه الظاهره، الان حقيقه من حقنا ان نستغرب.
من حق كل عراقي ان يستغرب لماذا يعني ما هذه الحاله موجوده من 17 سنه، وانت تريد يعني حتى لو شطبت مثل ما يعني الكاظمي وجه برفع هذه الاشاره الى المذهب للمتقدمين ضمن الكليه العسكريه، وايضا قال نعتمد التوزيع الجغرافي حصرا في المعلومات المسجله عن موظفي الدوله. هذا لا يعني شيء، لن يغير من الحقيقه شيء، ولن يغير من التصرف شيء. يعني اذا ما رفعتها هذه التصرفات والاطار واللجان والمقابلات تستقصد هذا، تريد هذا، والدستور يحميها والاحزاب تحميها بهذا الشكل. والتوزيع الجغرافي الان واضح في العراق، الان توزيع الجغرافي بسبب السياسه الطائفيه، بسبب التغيير الديموغرافي، باتت المناطق حتى في داخل المدن معروفة، هذه المنطقة لمن وهذه المنطقة لمن وهذه من يسكنها، تلك من يسكنها، وهذا المكان من يسكنها، وهذا المحافظة من يسكنها. هذه هي السياسة التي أوصلت العراق إلى هذا المستوى الحقيقة. فالقضية تتعلق بالدستور أساسا، وهم بدأوا يشعرون هؤلاء الطبقة، يعني هذه الطبقة السياسية التي تريد أن تستمر وتدور نفسها مثل عملية تدوير النفايات لكي تبقى على سدة الحكم، بدأت تشعر بأن الشعب لا يقبل هذا، بدأت تتحدث عن التوازن في المكونات، وهي نفس العبارة، التوازن في المكونات يعني التوازن الطائفي، يعني يتحدثون عن نسب معينة مثل ما تحدث عنها بريمر، نسبة هلقد ونسبة هلقد من الشيعة والسنة والأكراد وشكل مجلس الحكم وعممها على المجتمع كله وعممها على الحكومات كلها. هذه الحقيقة، الاستغراب يأتي من هنا، إن كنت تريد أن تغير هذه الحالة، هذه الحالة لا تتغير إلا بتغير جذورها، وجذورها تكمن في دستور هذا الكسيح وفي هذه الأحزاب بفكرها الطائفي وبفكرها المخرب. دعك من يتحدثون عن الوطنية والكذبة كبيرة، لا ليس لهم علاقة لا بالوطنية، هم قاموا ويقومون ويتكئون على الطائفية والعرقية وهي أساس حكومهم الآن في العراق. والشعب العراقي عندما يثور وثار في ثورة تشرين على الأقل، هذا الشباب الجميل كان كله عابر للطائفية، الآن عندما تظهر هذه الأمور يقولون كيف وإحنا خرجنا، خرجتم لكن لا أحد استجاب لكم. نعم قدمتم الشهداء، قدمتم التضحيات الكبيرة والكبيرة جدا جدا، وستقدمون أكثر، لكن الاستجابة لكم لم تكن بأي شيء، ما زالوا يتلاعبون، ما زالوا يريدون أن ينهوكم ويقطعوا رأس الثورة، ثورة تشرين بأي ثمن. هذا هو حال العراق، وهذه هي السياسة الطائفية التي تحكمه، ولا أحد يستغرب من ظهور مثل هذه القوائم، لأنها مؤسسة منذ 2003 ويراد لها أن تعمم على العراقيين. وقت هذه الحلقة قد انتهى، أشكركم، ألتقيكم في حلقة أخرى.